يا مستر جالي، تعمل لنا اكل ايه النهارده؟ احنا عازمين الرجاله النهارده في الكافيه، نعمله فطار جماعي مع بعض كده، وهنعمل احلى بخاري لحم على طريقه اشهر مطاعم في السعوديه. طريقه بسيطه وسهله، انت ممكن تعملها انت واصحابك وتعزمهم مع الفطار. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتها بتتعمل ازاي. حط حلتك على النار وتعلي وتسيبها تسخن كويس، شويه دهن حلوين كده نسليهم في الاول، وعليهم شويه زيت صغيرين بس. بعد ما الليله اتسالت معانا هنبتدي ننزل باللحمه نديله تشويحه حلوه في الدهن بتاعنا. بعد بقى ما وصلنا باللحم للون ده هنبتدي ننزل بالتوابل الصحيحه، عباره عن حبهان، قرنفل، ورق غار، لومي، قرفة عيدان، وكمون حبه. اهم حاجه في البخاري الكمون الحبه. بعد ما ريحه التوابل طلعت معانا بقى هنبتدي ننزل بالبصل، حوالي نص كيلو بصل. بعد ما البصل بقى يتجمر معانا ويتكشن كده هنبتدي ننزل بتوابل البخاري. اول ما ريحه التوابل تظهر معاك تبتدي تنزل بالجزر يتدبل معاك برده. اخر حاجه هتبتدي تنزل بكيلو طماطم مبشور. بقى ساعه بقى سبكت معانا الطماطم تمام كده مع الصلصه والتوابل والحاجات دي كلها. بص ما شاء الله يعني، والريحه لا يعلى عليها. نبتدي بقى اخر حاجه هننزل بالميه السخنه الطايبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما الميه غلت بتاعتنا نبتدي نغطيها ونسيبها بالظبط ساعه ويكون اللحم استوى تماما. نبتدي بعد كده نطلع اللحم ونضيف الرز ونظبط الزوابيط. معانا 2 كيلو رز بسمتي، يعني هنغسلهم غسله حلوه وننقعهم لمده ساعه، نمرهم بالميه وتدعك كويس كده تمام، وتصفي الميه 3 4 مرات، وبعد كده تسيبهم منقوعين في ميه لمده ساعه. This is called رز بسمتي ابو سعده. تتصل الجميله على النار يا باشا، مكعب زبده حلو كده عليه بالجزر المتبقي معانا. هننزل بعد كده بقى بالمكسرات المشكله بتاعتك، ده تحميصه في الزبده كده برده مع الجزر. اخر حاجه تنزل بزبيب مصري مغسول ومنقوع تمام كده. بعد ما التكشينه بتاعتنا بقت تمام، اللحم استوى تمام، هنبتدي اخر حاجه نملح، وهنسيبها بس تاخد غلوتين مع الملح كده عشان اللحمه تشرب من الملح بتاع الشرب. بسم الله كده نطلع اللحم على جنب. اخر حاجه بقى نبتدي ننزل بالرز بتاعنا، ده اخر حاجه بس ناقص الميه الزياده اللي في الرز. طالما بقى الرز بيطلع معاك فقاعات من كل حته كده اعرف انه هيطلع مفرفر نسري. بعد ما الرز شرب ميته كده كده ننزل باللحم فوق منه، واخر حاجه بقى ننزل بالايه؟ بالزبيب والكوشنه اللي احنا حاطينها فوق. اخر حاجه بقى تهدي النار خالص وتبتدي تقفل على الشغل بتاعك كويس. تنزل بقى بكيس لسان عصفور كده. يلا يا زوز انزل بقى بكيس لسان عصفور في الشوربه كده. الله ينور يا معلم زياد. الله ينور يا باشا. ايه الاخبار يا باشمهندس محمد؟ 10 على 10 يا جالي، الله ينور عليك والله. يا باشا ما شاء الله لسه بناكل، هو رز اجمل من اللحمه اساسا والله. الله رز والله ما شاء الله بجد، والشوربه جامده برضه. والله العظيم وحياه ربنا اكتر مالي حل، والرز مالي حل، واللحمه معموله زي كده ما بيقول. تسلم ايدك يا ابو خليده والله، بسم الله ما شاء الله عليك. حاجة عظيمة. ابعد يا عم بس. بص يا باشا والله انا المشكله شبعت على طول صراحه. الله يجزاك خير. الحمد لله ايدك يا ابو فريده والله، اكل 10 على 10. حمزه يا باشا قول لك ايه؟ الاكل جميل، انت اللي جميل. ابو حميد لا بس ايدك عايز يكبد الفرع على موضوع على واحد. بيلعب قمة اللذة 10 من 10 والله. تمام تسلم ايديك المساعد ال 100 100 100 100 100 100.